بسم الله الرحمن الرحيم قبل التطرق الى اول محور نظري يتناول فيه المبادئ الاساسيه واهم المفاهيم العامه المتعلقه بالماده شانه في ذلك شان اي فرع من فروع القانون الاخرى لا باس ان نذكر بما قد انتهينا اليه من نتائج في الحصة الماضية المتعلقة بالمقدمة الأولية والتي أجبنا من خلالها على ثلاثة أسئلة استراتيجية أساسية بالنسبة للمقياس، السؤال الأول: لماذا دراسة قانون الأعمال عموما؟ وبالنسبة لتخصص الاقتصاد خاصة ثم ما هي أهم الأساسيات والمنطلقات المتعلقة بالمادة عمومًا وبالنسبة للتجربة الجزائرية خاصة؟ ثم السؤال الثالث، ما هي أهم العوائق التي تحول وتقف حول دراسة المادة، يعني العوائق العامة والعوائق لزون خاصه المتعلقه بالتجربه الجزائريه وكنا, وكنا قد انتهينا الى جمله نتائج اولا ان مجال قانون الاعمال اوسع من مجال قانون التجاره بالمفهوم التقليدي التقليد الكلاسيكي الذي يتم تدريسه في الجامعه الجزائريه حاليا حيث يتم التركيز فقط على جانب فقط من جانب الاقتصاد بينما مجال قانون الاعمال قانون واسع يشمل الاقتصاد ككل ثانيا ان الانسان عموما ان الانسان عموما يعيش داخل هذا القانون كما يقول احد المفكرين سيتون كما يعيش السمك في الماء يعني الماده هم اي فرد وليس المتخصصين فقط ثالثا ان اهميه دراسه الماده تزداد حاليا سواء على المستوى العالمي او بالنسبه للتجربه الجزائريه انطلاقا من كونه يسمح بتناول جملة موضوعات أساسية ككتلة واحدة وليس يعني بصفة تجزئية كما سبق أن أشرنا يعني أو يعني مرصدة يعني بصفة بعضية إن شئتم رابعا أنه قدّمت للمادة ذاتها، يعني نفسها، عدة تسميات، طبعاً من طرف الفقهاء، أهمها القانون الاقتصادي بالمفهوم الرأسمالي، كما يذهب بعض فقهاء الفرنسيين، كان الذي يتحدث عن قانون السوق، عن قانون المؤسسة إلى غير ذلك، لكن الأرجح والواسع اتجاه الفقه الواسع. والرسمي يعني الذي تبناه المشرعون وتبناه الجامعات العالمية هو نعته بقانون الأعمال نهضر على المسمى وأنه في تقديرنا شخصيا لا عبرة بالأسماء لا متى وضحت المسميات على من رحنا نحكي طبعا بعد استعراض اهم النقاط التي جاءت في المقدمه الاوليه حول موضوع نظره شامله حول الموضوع يعني من خلال دراسة أهمية لماذا دراسة المادة خاصة ثم المنطلقات الأساسية حول الموضوع ثم العوائق والصعوبات التي سوف تحول دون دراسة المادة والتي سوف ربما سنتطرق لبعض بعضها يعني من خلال كل نقطة إن شاء الله نحاول نشير نلفت الانتباه إليها سوف نتطرق يعني نظرة نحكم نظرة يعني شاملة حول اهم ما سوف نركز عليه في دراسه الماده فالحصه المقبله ان شاء الله سوف نتطرق الى اهم المبادئ التي سوف تحويها الماده المبادئ العامه لقانون الاعمال من خلال الوقوف على ماهيه هذا القانون ونطاق تطبيقه يعني مجال تطبيقه ثم علاقته نسبيا بمختلف فروع القانون ثم اذا كان الوقت اهم خصائص هذا القانون ومميزاته خاصة عندنا في الجزائر. الحصة التي تليها بعد ذلك ودائما في اطار المبادئ وبعد مراجعة بسيطة إن شاء الله سوف نقف عند دراسة على دراسة أهم مصادر قانون الأعمال عندنا في الجزائر. من أين يستقي قواعده؟ سواء المصادر. يعني الأصلية الرسمية أو المصادر الثانوية يعني التفسيرية الحصة التي تليها الرابعة يعني من الآن ندخل في أهم موضوعات قانون الأعمال أول موضوع يتعلق بالأعمال التجارية الأعمال يعني الأعمال باعتبار أن رجل الأعمال هو ذلك الشخص الذي نعرفه الذي يقوم بالأعمال ما المقصود بالاعمال ما متى نكون امام عمل يدخل في اطار قانون الاعمال في قانون الاعمال قانون التجاري بالمفهوم الواسع يعني الاعمال هذه التجاريه ما هي المعايير المعتمده هناك عده معايير ثم نقف على اهميه اهميه اهميه, أهمية القانونيه أهمية التمييز بين العملين التجاري والمدني لأنه يوجد لدينا بعض مثلا في اطار البيوع مثلا عندنا بيع تجاري يدخل في حكم قانون الاعمال وعندنا بيع مدني يعني واحد يشري منزل باش يسكن ماشي كيما واحد اللي يشري منزل باش يعاود يبيعه قلت نشوفوا اهميه التمييز من عده جوانب خاصه غادي نقف من حيث الاختصاص القضائي عندنا في الجزائر ثم الحصه التي تليها بعد ذلك وبعد مراجعه بسيطه ودائما في اطار خطر الموضوع مهم جدا 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 في تقديري اللي ينبني عليه كاع فهم قانون الاعمال ماده اهميه دائما في اطار اهميه التمييز بين قانون الاعمال من حيث النظام القانوني نص إن نعرج على بعض النقاط يعني من من تمييز من حيث جزاء الالتزام نشوفوا عده نقاط مهمه جدا سواء من حيث الاجراءات من حيث آآ آآ عدم الوفاء بالالتزام نمشيو للافلاس نمشيو لنظيره الميسره من حيث الاثبات من حيث الى عده نقاط ثم في الحصه التي الحصه السادسه ان شاء الله نوقف على رجل الاعمال اشخاص حياه الأعمال اشخاص بالمفهوم الواسع سواء شخص طبيعي من اللحم والدم أو أشخاص معنوية يعني أهمها الشركات والتجمعات الأعمال حاليا نتكلم على التجمعات لو نقف رجل الأعمال رجل بالمفهوم رجل الأعمال الرجل بالمفهوم وليس بالمفهوم الذكورة الرجل الأعمال يعني ذلك الشخص شخص قد يكون مقاولة ومشروع تعريفه شروطه شروط صفة ثم أهم الالتزامات التزامات رجل الاعمال. الحصه التي تليها السابعه ان شاء الله سوف نتطرق الى موضوع الشركات التجاريه وتجمعات الاعمال باختصار يعني تعريفها اهم اركانها التمييز بين الشركات التجاريه والمدنيه ثم انواع الشركات التجاريه عندنا في الجزائر. باعتبار ان الموضوع شيق ومهم جدا وهذا راه يقراوه في موديل كاع مقياس سوف انا في الحصه التي تليها ودائما في الحصه الثامنه ان شاء الله نزيد ونكمل في اطار الشركات التجاريه ونقف في اطار انواع الشركات التجاريه نميز بين شركات الاشخاص وشركات الاموال وبين مختلف انواع شركات الاشخاص ومختلف شركات الاموال ثم في الحصه بعد ذلك في الحصه التاسعه نعرج ان شاء الله على موضوع الاملاك التجاريه وسوف الذي سوف نركز فيه خاصه على موضوع المحل التجاري محل فونت كوميرس ماهيته واركانه ثم اهم خصائصه والعمليات الواردة عليه خاصة خاصة أهم العمليات من بيوع وإيجار ورهن فقط إن شاء الله ركز. ثم الحصة بعد ذلك الحصة في الحصة العاشرة إن شاء الله الوسائل القانونية حاليا للمبادلات التجارية يعني طبعا أهم وسيلة طبعا نركز على العقود التجارية في إطار العقود تيليكونترا كوميرسيال في اطار العقود نتكلموا على اهم هذه العقود خاصة عقد البيع وعقد الايجار واذا ان شاء الله نطرق ان شاء الله ان شاء الله للعقود الالكترونية حاليا موضوع مهم جدا ثم في الحصة الحادي عشر ان شاء الله ما قبل الاخيرة للضوابط القانونية للممارسات التجارية اهم ضابط في ضابط تطرقت لها يعني ذاك الوقت وقواعد القواعد المنافسه كونكورونس كاهم ضابط للممارسات التجاريه حاليا في السوق. ثم الحصه الاخيره ان شاء الله ان شاء الله نتطرق فيها الى موضوع الافلاس والتسويه القضائيه للمؤسسات والمشاريع التي تواجه صعوبات التي تقف عن التنفيذ. لا تواجه ما معنى الافلاس؟ متى نكون عن الافلاس؟ ما معنى الافلاس؟ ما الفرق بين الافلاس والتسويه القضائيه؟ متى نذهب للافلاس؟ ما التسويه القضائيه؟ آه، الخلاف بين موضوع الافلاس وموضوع الموضوع التنفيذ الفردي الموجود في القانون المدني وموضوع مهم جدا. موضوع جدا انواع الافلاس في الجزائر اثار الافلاس على الشخص المفلس وعلى امواله والعقوبات التي سوف يتعرض لها ما هي اجراءات رد الاعتبار اذا كان بامكانه رد الاعتبار وان شاء الله بالتوفيق وربي يوفقنا ان شاء الله إذا بعد هذا التقديم البسيط الذي استعرضنا من خلاله أهم النتائج المنتهى إليها في الحصة الماضية، سنحاول فيما يلي الوقوف على أهم المفاهيم الأساسية الأولية المتعلقة بالمادة مادة قانون الأعمال وذلك من خلال الإجابة كذلك على مجموعة أسئلة. السؤال الأول يعني كيف تكون قانون الأعمال يعني على حيث كيف وصل النحو الذي هو عليه موجود حاليا وذلك من خلال طبعا استعراض أهم المحطات التاريخية ثم ما المقصود بقانون الأعمال يعني حول تحديد ما هي قانون الأعمال وكنا يعني قد سلمنا مبدئيا أنه لا يوجد تعريف رسمي أوتنتيك سواء في الجامعات الجزائرية أكاديمي أو في التشريعات العالمية المقارنة في علمنا لكن لا بأس طبعا أن نحاول استعراض بعض الاجتهادات الفقهية في هذا الشأن السؤال الثالث سنحاول إبراز أهم مميزات وخصوصيات قانون الأعمال عموما وفي التجربة الجزائرية على وجه الخصوص طبعا فيما يتعلق بتكوين قانون الأعمال لا بأس أن أشير ابتداء أنه أننا لسنا هنا بصدد استعراض يعني أهم الوقائع الاقتصادية التاريخية فقط هذا دور الاقتصادي دور الجانب القانوني هو جعل يعني يعني ضوء القانون عموما هذه الوقائع في قوالب قانونيه هذا دور تاع قانون الاعمال اصلا في قوالب قانونيه باعتبار ان دور يعني المشرعون عموما هو جعل الوقائع القانونيه في قوالب قانونيه كاصل عام يعني دور القانون هو دور تنظيمي ضبطي ثم الفصل في المنازعات. ثلاث ادوار. عملية أورغانيزاسيون وفيها المسألة تاع المسألة البعدية هنا بوستيريور وهي الفصل في المنازعات الناشئة عن هذه الوقائع. إذا لا أحد كذلك ينكر النقطة الثانية يعني الملاحظة الثانية أن هذه الأعمال هي في تطور سريع ورهيب في العشريتين الأخيرتين خاصة مع التطور الذي يشهده العالم حاليا تطور تكنولوجي خاصة جانب اتصالات والمعلوماتية في الوقت الحالي طبعا كل هذه العوامل ساهمت في تبلور قانون الأعمال على الشكل الحالي الموجود عليه حاليا لكن لا بأس أن نتتبع وبصفة موجزة يعني ما يكفيناش حتى سنة هذه في هذه نتبعوا هذا التطور التاريخي وهو ليس دورنا على كل حال قلت لا بأس أن نتتبع بصفة موجزة أهم المحطات التي محطة التاريخية التي ساهمت في تشكل قانون الأعمال مع التركيز على بعض الحقب التاريخية الأساسية خاصة حقبات الثورة الصناعية خاصة وكنا قد أشرنا إلى أن الأعمال عموما تشير إلى النشاطات الاقتصادية طبعا خاصة من جوانبها المالية والتجارية طبعا وهذه النشاطات بداهة هي آتية بعضها هو آت من عمق الزمن يعني ما من حقبة ما قبل التاريخ طبعا وهو في تطور دائم ومستمر طبعا وقد عرف بعضها ارتقاء لا ينكره أحد ونهوضا نسبيا خاصة في القرون الوسطى في الحقبة الإسلامية الحكم الإسلامي واتسعت في تلك الفترة اتساعا معتبرا لا يجحده جاحد لكن بعد الثورة الصناعية برزت عقلية المشروع وروح المشروع حيث شهدت أحكام التجارة عموما نموا لم تعرفه من قبل يعني نقلة نوعية طبعا هذه النقلة النوعية في الجانب الاقتصادي صاحبتها ثورة كذلك قانونية مست بعض أحكام الأحكام التي تحكم هذه الجوانب جوانب التجارة. وما يستوقفنا في هذا الخصوص أن روح المشروع هذه المتحدث عنها سابقا أو ما يعبر عنه الفقيه جورج ليبار بالروح الرأسمالية يعني في مصنع الجوانب القانونية الرأسمالية الحديثة قد تجسدت من خلال أشكال ويظهر ذلك خاصة من خلال بروز ونموذج المعمل أو المصنع بمفهوم مصغر خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر لمسايرة وذلك لمسايرة التحولات والحاجات الاقتصادية المتزايدة أنذاك هذه الحركية وهذه التحولات أدت إلى انعكاسات حتى يعني قد غزت حتى النشاط الزراعي فلم يعود الحديث عن ذلك الفلاح البسيط او المزارع البسيط الذي لا يتوخى الربح الذي يعتبر شخص مدني يعني الروح الروح الراسماليه مفهوم الربح خاصه البروفي او المضاربه قد غزا حتى بعض القطاعات المدنيه البحته اهمها اهمها القطاع الزراعي وتجلى ذلك خاصه من خلال ظهور عمل الصناعات التحويلية، عملية التحويل لبعض يعني في القطاع الفلاحي لبعض المواد الزراعية. لكن الشيء الذي يستوقفنا خاصة بشدة هو جانب التبادل التبادل الحاصل في السوق آنذاك. بحيث أدى, ادى ذلك الى استحداث العديد من الشركات لكمباني شركات البسيطه ومن ذلك مثلا الشركه الفرنسيه للهند الغربيه في فرنسا بالاضافه لابد يعني ان يصاحب كل هذا الزخم والتطور الحاصل الاقتصادي الذي مس جميع الجوانب يعني اشياء مؤسسات يعني ظهرت افكار من اهمها اهم اهم حدث ستاسيون محطه في هذا الخصوص هو بزوغ فكره البنوك فكره البنوك الى الوجود خاصه خاصه في اوروبا وذلك في القرن طبعا الثامن عشر هذه الحركيه والتحولات طبعا كلها هذه الحركيه والتحولات كلها كانت من الناحيه القانونيه اللي همنا كقانونيين بحاجه طبعا الى كما سبق ان اشرت الى تنظيم وضبط يعني الى قواعد قانونيه وهو ما ادى في المقابل يعني تبع لذلك الى ظهور عده تشريعات عده قوانين احنا باعتبارنا عندنا تبعيه النظام فركنفي الفرنسي أهم القوانين التي ظهرت خاصة في فرنسا نتحدث بعد بالخصوص هو قانون كولبرت التجاري الذي كان ينظم عملية التجارة البرية بمفهومها الواسع اللي كما نتحدث في قانون الأعمال حاليا في فرنسا وظهر في أواخر القرن السابع عشر سنة 1673 ثم قانون أهمها قانون نابليون طبعا وهذه التشريعات ما يجب ملاحظته فتح قوس هنا ان اغلب قواعدها كانت متاثره بالتراث الاسلامي تاعنا وهذه عاود في نفس الوقت كيجي كي في المصادر ان شاء الله نتكلموا على هذا الموضوع وكان عنده حتى من ناحيه تاع تنظيم تنظيم النشاط من رحمه رب علينا ان يعني حتى القانونيه يعني كانت التبع ما... ما... ل... كان تاثير ايجابي نسبيا عليها في هذا الخصوص كان عندنا وما يستوقفون هنا في هذا الخصوص هذا الغزو تاع الروح الف... الراسماليه لقطاعات مدنيه كالقطاع الفلاحي اثار موضوع خاصه هنا معركه الاختصاص الاختصاص القضائي بدات تنطرح بشده القطاع الزراعي باعتباره قطاع مدني وين الاختصاص هذا القضاء المدني ام القطاع التجاري خضر لماذا ما نتكلموا على الفلاح ذلك البسيط راه هو حتى هو يضارب ان شئتم الرجل أعلم اعمال بالمفهوم المصغر البسيط اذا فهذه الروح الراسماليه متحدث عنها يعني فكرة المد... المضاربة أو عنصر الربح البروفي التي غزت أغلب النشاطات الاقتصادية القطاعات الاقتصادية يهمنا خاصة هنا القطاع المدني خاصة خاصة القطاع الزراعي يعني تحول الأنشطة المدنية الزراعة ثم من بعد كنت كلموه في التطور نسبيا في حتى حتى حت قطاع الجانب العقاري قلت تغلغل هذا العنصر إلى جميع النشاطات أصبحت حتى هذه النشاط هذه الأخيرة تمارس في نفس الظروف التي تمارس فيها التجارة يعني أدى ذلك إلى حصول في المقابل من ناحية القانونية حصول شبه فورا في القواعد التي تحكم السوق عموما يعني هذا تقلص قواعد القانون المدني ثم اتساع في قواعد القانون التجاري ثم اهم ما يم ما يستوقفنا كذلك دائما في إطار الحديث عن بروز عقلية المشروع أو عقلية المؤسسة ما يتحدث عليها البعض ظهرت هذه الأخيرة في أشكال مختلفة وضخمة نسبيا من ذلك مثلا استعمال طرق تسيير جديدة من ذلك مثلا يعني نتكلم عن مظاهرها من ظاهر هذه العقلية عقلية المؤسسة وعقلية توخي الربح قلت في استعمال أنماط وطرق تسيير جديدة كذلك هذه ثم خاصة الأقنميس هم أدربها في هذا الجانب ثم إنشاء ذلك يعني تجسد من خلال إنشاء فروع ووحدات يعني دي فيليال من حيث الامتداد الجغرافي نتكلم يعني هنا هذه على شيء يعني توخي يعني الربح توسيع قطاع النشاط نطاق القطاع الاقتصادي ثم مع ما صاحبها من ما وجود البنوك قلت ظهور ده البنوك قبل ذلك التقدم الهائل الذي حصل في تنظيم عملية القرض والحصول على الاعتمادات المالية التي تتطلبها المشاريع ، وما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام أن فكرة المشروع هذه المتحدث عنها قد تجسدت من خلال أشكال عصرية من المشاريع تتميز خاصة بالضخامة نسبيا قلت واستعمال طرق تسيير جديدة أهمها تجسد خاصة من خلال دخول حر يعني الحرية التنافسية الحرية الاقتصادية حرية اقتصادية ثم هامش ربح قليل نسبيا بالإضافة قلت خاصة خاصة مع التطور الحاصل في التطور في شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية خاصة يعني في وسائل الاتصال أدى إلى بروز قلت مراكز ونقاط بيع متعددة تبع اللي في الاتحاد المتحدث عنها وهو ما أدى في المقابل انا خدمت في هذا الاطار في اطار المنافسه الى امكانيه منافستها من طرف التجار التقليديين مما دفع به هؤلاء الاخيرين كذلك الى تنظيم انفسهم في هياكل تجاريه مشتركه المتحدث عنها على اقتصاد تسمى بتجمعات البيع لجروبمون داشا هذه طبعا الظواهر تطورت حاليا المتحدث عنها تحت تسميات مختلفة أهمها أن على الشركة الأم أو الهولدينغ والتي تضم حولها تجمعات أي أن مجموع الشركات المرتبطة بالشركة الأم أو الشركة الهولدينغ تكون حاليا نتكلم على تجمعا وبالموازاة مع كل هذه التطورات تم تسجيل تقدم نسبي في تنظيم عمليه القرض والحصول على الاعتمادات وذلك استجابه للمتطلبات الماليه الضخمه التي يستلزمها انشاء هذه الهياكل الصناعيه والتجاريه الجديده وما ينبغي الوقوف عنده هنا ان هذه الحركيه قد بدات من اوروبا ثم تطورت يعني كاين الاتساع الجغرافي الافقي ثم تطورت شيئا فشيئا لتشمل العالم باكمله بعد ذلك ثم علما ان عمليه التدويل هذه انا نبقاو على المونداليزاسو هذه الصناعه والتجاره السلع والخدمات تسو... توسعت نسبيا بخطى كبيرة، وهو ما نتج عنه بروز الشركات متعددة الجنسيات للوجود، وللاستجابة طبعا لهذا الزخم الحاصل، الاقتصادي عموما، الصناعي والتجاري والخدماتي، كان على القانون يعني أن يقدم الوسائل المناسبة في هذا الخصوص باعتبار ما سبق أن أشرنا أن مهمة القانون كوسيلة ضبط هو جعل الوقائع من بينها الوقائع الاقتصادية في قوالب قانونية ومن ثم شرع في تنظيم عمليات الملكية الصناعية ثم الشركات والمحل التجاري فونت كوميرس وعقود التامين ظهرت عقود التامين اللي عليها خاصه بالاضافه الى نقطه مهمه جدا كنشوفوها ان شاء الله في المصادر وهو بروز الاتفاقيات الدوليه للوجود في بعض القطاعات هذا دون ان ننسى التطور الذي عرفته قطاعات اخرى خاصه خاصه كما سبق اشرنا قطاع الزراعه وقطاع التهيئة العقارية والتهيئة العمرانية بحيث ظهرت مهنة ميلاد عرفت ميلاد مهنة جديدة تعرف خاصة في الوقت الحالي بالترقية العقارية بروموسيون ايموبيليير وهنا ينبغي أن أفتح قوس باختصار أن عملية البحث عن الربح مع الوقت يعني المضاربه لا غزت في تقديرنا اغلب القطاعات كل نتكلموا هنا علاش نتكلم على التطور تاع القانون التجاري بالمفهوم البسيط الضيق بين الامس واليوم كيف التطور الذي حاصر الروح الراسماليه وفكره الروح الماديه مع الاسف التي غزت اغلب اغلب القطاعات حتى ما كان منها مدنيا بحتا كما سنلاحظ بعد ذلك قلت غازت أغلب القطاعات منها مثلا كنا نبقى حتى القطاعات المدنية البحتة طبعا اذا استثنينا بقينا نمثل الحرفي ما نحكي على حرافي عن لارتيزون حرافي بسيط مدني شخص ما بقات تظهر تعاونيات حرفية المهن الحره التي تعتبر يعني قطاعات مدنيه بحته كنتكلموا على الطب مثلا ولا لم لم تبقى فيه في منأى عن هذا الغزو حتى لو ما بقاش في الناحيه المثاليه بقاو على شخص طبيب حتى الاطباء بداو ينتظموا وبقات الروح ينتظموا في اشكال اقتصاديه شغل شغل الفكره تاع المؤسسه المؤسسة وتوخي الربح بدأت تدخل غازات حتى بعض القطاعات مع الأسف وهذا الواقع المعاش يعني ونعيشه إلى يوم الناس هذا قلت عملية البحث عن الربح غزت أغلب القطاعات وهو ما يعني دفع الكثير من الباحثين مع هذا الزخم وهذا التطور الاقتصادي الحاصل الى تجو... تجاوز ذلك الاطار الضيق طبعا القانون التجاري بمفهوم كلاسيكي تقليدي فتحدث البعض قول البحث بحثه يعني ظهرت قواعد جديده يعني ادى ذلك عمليتين تطور في القانون التجاري توسع لم يعد ذلك القانون الاستثنائي البسيط اندرو ديكسبسيون وفي المقابل هذاك القانون المدني قديما كان القانون المدني هو الاصل والقانون التجاري قانون استثنائي ليس الا نهضروا هذاك سابسيون والقانون المدني يحكم اغلب القواعد دوك نشوفوا هذه من خلال المصادر خاصه نتكلم عليها ونركز عليها ان شاء الله لكن تطور القانون التجاري من قانون يحكم فقط تداول وتوزيع السلع والخدمات الى قانون يحكم الزراعه الى الصناعه الى قانون يحكم الزراعه الى قانون نسبيا يحكم قطع كبير من الزراعه الى قانون يحكم الخدمات الى الى يعني قواعد قانونيه غزت اغلب القطاع الاقتصادي البعض بدا يتحدث عن كما سبقا ان اشرنا عن قانون اقتصادي يحكم على النشاط الاقتصادي البعض الآخر تحدث كما سبق أن أشرنا كذلك عن قانون مؤسسة البعض تحدث عن قانون السوق لكن الاتجاه الأرجح والراجح يعني والواسع الغالب على متفق على تسميته بقانون الأعمال ضروري زافك لكن الذي يهمنا قلت انه لا عبره بالاسماء، يجب ان اؤكد على هذه النقطه، المهم علاش حنا نهضرو على فقط. لا عبره بالاسماء متى وضحت المسميات. فماذا عن هذا القانون؟ تعرفه باختصار ليهمنا هنا وما هي اهم خصوصياته ومميزاته خاصه عندنا في التجربه الجزائريه.